وتعالوا بقى نروح على معلق مباراة مصر والكاميرون، الكروان اللي كان وشه حلو علينا، كابتن علي محمد علي. مساء الفل. مساء الخير عليكي ومساء الخير على كل المشاهدين المصريين. مبروك لمصر ومبروك للجماهير. استاذ شفقي المنيرة، سعيد جدا اكون معاك، يعني لان انا تربطني علاقه بوالد حضرتك الاستاذ حليم رحمه الله عليه. الله يخليك. وبعتز بيه جدا طبعا يعني طبعا. كان شخص جميل وكان رياضي كمان. طبعا الفنانه الجميله الاستاذه ميمي جمال طبعا. مشرفانا. مبروك لمصر. شكرا. مبروك لجماهير مصر. شكرا. يا رب. ما انا اساسا بعشق الرياضه من والدي الله يرحمه. طيب كابتن علي، يعني قول لي بقى دلوقتي تعليقك النهارده على المباراه. اولا مسؤوليه، ثانيا مباراه مش سهله ابدا، والمصريين يعني كان عندهم قلق من الماتشات اللي قبل كده كمان، فقول لنا بقى النهارده كان احساسك ايه؟ والله انا من يعني من بدايه المباراه لحد لما انتهت المباراه وانا عندي ثقه في الفوز. والله الروح الموجوده والاداء الرجولي الموجود والحمد لله في مؤشرات، في ارهاصات بتطمنك انت يعني كواحد برضه كمعلق الحمد لله عندي خبره كبيره في التعليق، فبالتالي انا كنت برضه بحاول اكون هادي قوي، يعني مش طبعا متحمس اكيد، بس في نفس الوقت بتعامل بهدوء بمنطقيه بموضوعيه عشان الجمهور اصلا متوتر، يعني طبيعي ان احنا ده أكيد. يعني انا عايز اقول لك طلعت المباراه يعني كاني لاعب مباراه مجهد اجهاد مجهد طبعا طبعا. طب انا هنا هستغل برضه وجود يعني فنانتنا ميمي جمال، يعني لما يبقى المعلق زي ما احنا يعني هو معلق وفي النهايه هو مصري وقلقان، تفتكري ساعتها ممكن يعمل ايه؟ لا هو لازم يكون محايد. لازم يكون محايد، يعني ما يقدرش يقول، هو حقيقي بتطلع منه بقى ومصر وان شاء الله مصر يعني، لكن هو كمعلق لازم يبقى محايد غصب عنه. ايوه انما في الاخر لما يفرح بقى يفرح معانا كلنا. ايوه صح، هو عمل كده فعلا. طيب انت احساسك ايه؟ لان انت اولا على محطه عربيه جمهور عربي. خليني احيي الفنانه كبيرة استاذه ميمي جمال، ربنا لان هي قالت اهم نقطه في التعليق هو الحياد على فكره، حتى صح. لو انا بعلق لبلدي لازم المعلق صح. هو اساس التعليق هو الحياد. صحيح. خلينا اشكرها واقول لها دايما يعني مستمتعين بيها وربنا يديها الصحه يعني. وشك حلو، وشك حلو. ربنا يخليك. اصعب لحظه يعني انت وقت الضربات الجزاء بقى بيبقى المعلق هنا، يعني اللي هو يعني ايدي على قلبي وايدي على ولدي زي ما بيقولوا، فكنت عامل ايه؟ هي اصعب لحظه الكره اللي ضيعها رمضان صبحي، هي دي اصعب لحظه في المباراه. لانها ضاعت في توقيت صعب جدا، واحيانا كره زي دي لما تضيع تاثر صح. على المعنويات، لكن ده كان في اخر اكسترا تايم صح؟ ايوه في الشوط الاضافي الثاني، ولكن الحمد لله لما تشوفي الروح العاليه في نقطة فنية حصلت، ان محمد شريف نزل في بداية الشوط الاضافي الثاني واستبدل علشان ينزل احمد سيد زيزو هو متخصص ركلات الترجيح. ردة الفعل المهذبة جدا من محمد شريف كلاعب وطني ولسه نازل ولاعيب كبير والتزامه وروح اللعيبة اللي التفت حواليه والروح اللي شفناها من الشناوي وهو نازل يكلم ابو جبل والحضري طبعا كمدرب حراس مرمى، طرد المدرب، كل الامور دي بتاكد لي داخليا، يعني انا حتى في ركله الترجيح الثانيه للكاميرون قبل ما يسدد قلت هيضيع، مش بقول ان انا يعني كنت حاسس او احساسك ان الناس دي تستحق انها تفوز، تستحق انها تكسب، حتى صحيح. البدلاء اللي نزلوا كانوا مميزين جدا، الروح العاليه، الاصرار، وده مش غريب عن الشعب المصري يعني. لا مش غريب، بس انت كان وشك حلو علينا في 2010 برضو، والختام العظيم وفوز مصر و2006 فانت لازم تكمل بقى يوم الاحد يعني. لا ان شاء الله، المهم مصر تكسب، المهم مصر تفوز. مبروك لشعب مصر. اكيد لمصر قيادة وشعبا وحكومة، يعني زي ما بنقول بقى من زمان، وربنا ان شاء الله تمام على خير ان شاء الله مصر باذن الله. كابتن علي محمد علي، استمتعنا جدا بالتعليق اللي كان موجود من القلب، معلق مباراة مصر والكاميرون. الحقيقة الفرحة كبيرة والإحساس كبير، عايزين نسلم على كل الناس وعايزين نتكلم مع كل الناس.